وزراء التربية والتعليم في دول العالم الإسلامي، فهذا سيسجل في تاريخكم وفي سيرتكم الذاتية أنكم زرتم المكان هذا وجلستم مكان وزراء التربية والتعليم إلى اجتمعوا دائما في هذا المكان لتطوير التعليم الإسلامي في الدول الإسلامية. أود أن أدي فكرة، طبعا نحن كنا في الأساس الدول الإسلامية، ولكن المنظمة العالمية أسندت لنا أي كشاف مسلم في أي دولة حتى ولو لم تكن من الدول الإسلامية يستفيد من خبراتنا وأنشطتنا وبرامجنا. هذا الملتقى الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ينظم التعاون مع الجامعات في دول العالم الإسلامي، وعشان أكون صادق التركيز أكثر على دول الخليج الآن. أربع رحلات دولية، هذه الرحلات هدفها زيارة الجامعات في جميع دول العالم والتعرف على الحضارات والثقافات في الدول التي نقوم بزيارتها، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل للمشاركين والتعرف على البلد التي تزار. أضف هو إعداد هؤلاء الطلاب الموهوبين في الإعلام لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم من بعض، بالإضافة إلى أن هناك ورش عمل ومحاضرات وزيارة العربي الحديثة له باع طويل في الإعلام. فلهذا الغرض نحن نقيم هذا الملتقى في المملكة المغربية، وأتمنى أنه في الأعوام القادمة إن شاء الله أن يكون هذا الملتقى بالتعاون مع الأيسيسكو، ونبعد عن شهر أغسطس حتى نستطيع. الأيسيسكو هي الجهة المسؤولة والمنظمة للتعليم في جميع دول العالم الإسلامي، فلها دور كبير في إعداد المناهج وإعداد الكتب. أنا من زيارة لبعض الدول الفقيرة أروح قرى بعيدة لزيارة أبنائنا الكشافين، أجد أنه هناك لمسات للأيسيسكو في المدارس التي أزورها وفي الموضوع، ولكن يكفى مني زي ما يقولوا. ستعرف كل شيء إن شاء الله عن الأيسيسكو، هذه منظمة عظيمة، منظمة كبيرة، منظمة قوية، لها برامج كبيرة جدا ما تتخيلوها. أنتم لو تشوفوا التقرير السنوي اللي يقدم لوزراء خارجية الدول الإسلامية ما شاء الله يعني يضم أنشطة كبيرة وكثيرة جدا من تلك الورشة. حضرنا هنا الإعلام أصبح يحق الباطل ويبطي الحق، ولهذا المبدأ ومن هذا الأساس بدأنا نهتم بإعداد شبابنا المسلم للإعلام ليدافعوا عن أوطانهم إعلاميا ويقولوا كلمة حق في هذا المجال. أود معالي الدكتور عبد الله نشكر في هذه المناسبة معالي الدكتور عثمان التويجي المدير العام لهذه المنظمة العريقة والمنظمة الكبيرة، الدكتور أمينة ولجميع الزملاء الذين حضروا وضحوا بفرحتهم في هذا اليوم من أجلكم أبناء الشباب. ولو أن ترى الأيسيسكو إجازة كاملة في شهر أغسطس، ما في عدد بسيط جدا للترتيب والمشاركة الفعالة، وأرجو منهم نقل مدراء الجامعات في المشاركة معنا هنا. وأخيرا الشكر لكم أنتم أبناء الطلاب على الأيام الخليلة. أنا أشكركم جزيل الشكر وأشكر الأستاذ أمينة على حضورها معنا، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الدكتورة أمينة الحجري المدير العام المساعد للإسكو، سعادة الدكتور خضير أمين، سعادة الأستاذ أحمد إي آدم، سعادة الدكتور المحجوب بن سعيد، الإخوة الأفاضل، الدكاترة، إخواني الطلاب، أنا سعيد جدا بالتشفية لإخوانكم في التشفية الحسنية، ونشكر بالمناسبة منظمة الأيسيسكو التي تساعد على نشر الثقافة والعلوم
من أعماق قلبي ومن أعماق كل كشاف، أجدد ترحابي لكل أعضاء الاتحاد العالمي للكشاف المسلم في أي وقت، ويعتبروننا نحن مساعدون ومساندون وإخوتهم وجزء منهم وعضو من هذا الدكتور زهير، لأنه هو من قام بهذه المبادرة وهو الذي ساعد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. أعتذر إني أنا نسيت أن أذكر هذا الكلام، وما شفت الأستاذ عبد الواحد ما سواه لما وصل. ترى الأستاذ عبد الواحد كمان أحب أعذرني إنه أصبح عضو في اللجنة العالمية، والتي تعتبر أعلى سلطة في الاتحاد العالمي للكشاف المسلم في العالم. فجزاك على هذه الأمور، ونحن أتعبنا ونشكر جزيل الشكر والتقدير. تفاصيل البناء المتين في كل من مؤتمري اسلام اباد ومكة المكرمة. الحمد لله على المنظمة منذ تلقت هي طلقت بموارد محدودة وإمكانيات قليلة، لكنها نجحت بسرعة. فعقد مؤتمرها العام الأول في الدار البيضاء في عام 1983، واعتمد هذا المؤتمر الخطة التأسيسية والخطة الثنائية في منشأة المجالات. أصبح مصدر طلاب البلاد فقط، بل أمة الإسلامية. بدأت الانطلاقة الأولى لعمل المنظمة، ومعها ظلت الرعاية الملكية في بلد المقر حاضرة في كل حين، حيث تبرع شهادة العاهل المغربي الله بقطعة أرضية ضخمة لتتكاتف معه جهود القادة في بنائها، إلى أن أصبحت معبدة بديعة في الجمال، ومعها أصبحت الإشتراكات حيث حوى بناؤها باعات ضخمة للمؤتمرات الإقليمية ومراكز تطوعية في العديد من الدول. إن آفاق المستقبل المفتوحة الواعية وبعزم وتصميم أكيدين حرصاً على تقدم العالم الإسلامي. خلاصة القول إن إنجازات المنظمة خلال الفترة التي توليت فيها إدارة هذه المنظمة منذ نوفمبر نهاية نوفمبر عام 1991 وحتى اليوم، وما حظيت به من تقدير وتكريم. رجل يحبنا ويحبه لي اليقين إن شاء الله لا الحالية ولا الآتية ستكون مكللة بالنجاح. أرجو لكم التوفيق في مهمتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وكل شيء يتعلق بالجامعة، بما يتعلق بالشباب.
ثلاثة مكافئة. لا، أتابع مديرية الديوان وبرامجنا في مجال الاتصال هي تنطلق وتستند إلى مجموعة من الوثائق الوجهية في مقدمتها استراتيجية ثقافية للعالم الإسلامي، وهذه وثيقة مهمة جدا تحدد التوجهات الكبرى لعمل سيسكو في المجال الاتصالية. كما نستند في برامجنا في مجال الاتصال على مجموعة من الوثائق وما هو إسلامي أنتج وبرنامج العمل الصدى على القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في دورتها الأولى سنة 2003 في جنيف ودورتها الثانية في تونس 2005. ونستند كذلك على خطة متوسطة المدى للإيسيسكو لفترة 2010-2018 تونس وبرنامج العمل الصدى على القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في دورتها الأولى سنة 2003 في جنيف ودورتها الثانية في تونس 2005. ونستند كذلك على خطة متوسطة المدى للإيسيسكو لفترة 2010-2018 تونس وبرنامج العمل الصدى على القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في دورتها الأولى سنة 2003 في جنيف ودورتها الثانية في تونس 2005. ونستند كذلك على خطة متوسطة المدى للإيسيسكو لفترة 2010-2018 تونس وبرنامج العمل الصدى على القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في دورتها الأولى سنة 2003 في جنيف ودورتها الثانية في تونس 2005. ونستند كذلك على خطة متوسطة المدى للإيسيسكو لفترة 2010-2018 الأساسي نشتغل عليه من خلال الدورات التدريبية والحلقات الدراسية وإعداد دراسات كذلك في المجال. المحور الثاني الذي تميز أهمية كبرى في مجال الاتصال هو المرتبط بتحليل إعلامي في الدول الأعضاء لكي يكون في مستوى النهائي والاحترافي لإنتاج إعلامي عصري وإنترنت ووسائل اتصال جديدة. وطبعا نأمل أن تتحقق هذا الأمل الذي عبر عنه الأستاذ زهير في أن تشارك الإيسيسكو في تأطير ملتقى إعلامي للكشاف المسلم، ونحن مستعدون إن شاء الله لتوجيه المعارف هذه المشاريع. من جمعية الكشفية الحسنية المغربية بس هو أخطأ. الأستاذ أحمد بن نار. الاتحاد العالمي للكشف المسلم المكرم الإيسيسكو. تفضل.
الدكتور بدر بن هلال العلوي عميد الشؤون الطلبه في جامعه سلطان قابوس. دكتور الانسيستي. الدكتور خالد أبو سعدة أمير الشؤون الطلابية في جامعة الملك فيصل يهدى اسمه تبع الجامعة. الأستاذ زايد الأحمد ممثل قوة جامعة وبعد